وفي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأفهام. وإنما يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا. فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نفرق بين السكوت عن الفتن المذموم وبين عدم الخوض فيها المحمود؟ الفتن لا يتكلم فيها إلا أهل العلم والبصيرة، ما هو كل يتكلم فيها. إذا تكلم الجهال في الفتن زادت الفتن، أما إذا تكلم فيها العلماء وبينوها فإنها تطفى بإذن الله. فالفتن ما يتكلم فيها كل أحد، وإنما يتكلم فيها أهل العلم وأهل البصيرة الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون كيف يتكلمون. ما يخوض كل واحد في الفتن ويتكلم ويفتي ويقول. نعم.